مديحة جميلة بنشوق حضراتكم بقى، وبصوم الميلاد وسهرات كياك الجميلة اللي بتتابعوها معانا عبر شاشة سي تي في، حاجات جميلة العليقة التي رآها موسى النبي في البريدة خلتنا كده لأجواء دافية وأجواء كده حلوة بنشتاق لها من السنة للسنة. ودلوقتي نتكلم عن الصوم. كنت أنا قبل الفاصل هنتكلم عن الصحافة، بس يعني هم قالوا لي الفقرة الجاية مش الصحافة، بس أنا اتلخبطت يعني. فالنهاردة دلوقتي نتكلم عن الصوم، ونتكلم عن صوم المستحيلات، صوم الميلاد وصوم الفرح، صوم الميلاد ونستقبل المسيح في مزود قلوبنا ونقول كلام حلو وليه أجواء جميلة. صوم الميلاد بنعيشها دايما مع بعض ونفرح بيها وبنشعر كده بفرح جميل وإحنا صايمين هذا الصوم العظيم، صوم الميلاد الجميل. نتكلم عن صوم المستحيلات ونسأل أسئلة كتيرة ونروح مع بعض كده في رحلة روحية جميلة. بس اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي اللي بيشرفني، دكتور عادل فوزي أستاذ العهد القديم بمعهد حبيب جرجس. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، كل سنة حضرتك طيب وسنة طيبة وكل المشاهدين يا رب يكون صوم كله بركة عليهم. أمين، ربنا يخليك يا دكتور. هل نقدر نعمل في الأول مفهوم أو تعريف للصوم يكون دايما يعني راسخ ويعني ثابت في عقولنا دايما لما نيجي نصوم؟ هو طبعا الصوم بالمفهوم الحرفي أو الضيق بتاعه امتناع عن الأكل أو عن أنواع من الأكل أو امتناع فترات من الأكل. لكن طبعا احنا عندنا يعني في كنيستنا الأرثوذكسية مفهوم الصوم أشمل وأعمق من كده، أنه هو صوم عن كل حاجة ممكن تضايق قلب ربنا، يعني صوم عن الخطية، صوم اللسان، صوم الأفكار الشريرة، صوم عن كل حاجة ممكن تضايق حتى اللي حواليا. يعني هو لما وصلناش لكده هيبقى احنا خلاص في المفهوم الضيق اللي ما يوصلش الحاجة. نسأل في البداية الأسئلة البسيطة اللي احنا كمان ممكن الولاد في مدرسة الأحد يكونوا بيسألوها، ليه صوم الميلاد 43 يوم؟ وإذا كنا احنا بنقسم الصوم 3 أيام و40 يوم، فإيه هم الرابط ما بينهم؟ سؤال جميل جدا فعلا. الكنيسة لما اختارت 43 يوم اختارتهم يعني بصراحة بترتيب وبحكمة جميلة قوي قوي. احنا عندنا 40 يوم اللي هم صامهم موسى النبي عشان يستلم الوصايا العشر، وعندنا 3 أيام بتوعنا قال الجبل المقطم. طب يعني ليه ضافت دول على دول؟ اللي بيجمع بين الاثنين هو عنصر المستحيلات. عندنا في 3 أيام من الرابع المستحيلات أنه جبل يتنقل ويتحرك من مكانه، لكن بالصوم قدروا فعلا ينقلوا جبل المقطم، شيء مستحيل. طب بالنسبه لموسى النبي ليه اختار بالذات ال 40 يوم بتاع موسى النبي؟ ما إلي صام 40 يوم وربنا يسوع المسيح صام 40 يوم، ليه اختاروا بتاع موسى؟ لانه موسى هو اكتر واحد اتكلم على سر التجسد الالهي. يعني الله ظهر في الجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. الشيء اللي يمكن لغايه دلوقتي في ناس كثيره مش قادره تقبله، ازاي الله يتجسد؟ صحيح. من رابع المستحيلات يقول لك ازاي الله يتجسد ياخد شكل انسان ويتعامل مع البشر كانسان ويبقى بضعف وممكن كمان يتهان، ازاي؟ يعني حاجه ما يقبلهاش. فموسى النبي هو أكتر واحد كلم على سر التجسد من خلال باقي رموز كتيرة، خلال العليقة اللي مستحيل أنه نار تشتعل فيها وما تحترقش، من خلال عصا هارون اللي زي تفرخ مثلا، من خلال خيمة الاجتماع بكل رموزها، احنا بنسمي من العذراء قبة موسى، قبة موسى يعني خيمة موسى. صحيح. فعندنا كمية رموز موسى النبي تكلم عليها، عشان كده الكنيسة اختارت موسى النبي اللي هو أشار إلى المستحيل اللي هيحصل في ملء الزمان، الله يتجسد، فحطته مع 3 أيام، أصبح الاثنين بالظبط يكملوا لي أو بيدوني يعني إشارة وتلميح إنه بالصوم المستحيلات تتحل. ده عشان كده تسمى صوم المستحيلات. طب إحنا المستحيلات اللي إحنا في حياتنا يعني ازاي نثق ان هي برضو هتتحل في فترة الصوم، وازاي ناخد فترة الصوم فترة صلاة وفترة فرح بالله اللي هيحقق المستحيلات، وان كلمة مستحيل دي مش هتبقى موجودة في قاموس حياتنا الروحية؟ هو زي ما حضرتك قلت احنا يمكن مفهوم الصوم كتير يبقى داخل على الصوم هنصوم وهنمتنع ومش هناكل لحمة، لا ده هو الصوم يعني فرصة للفرح،
فرصة للفرح. يعني المفروض يعني مفهومنا عن الصوم هو الكنيسة عاملاها للفرح. فرح بإيه؟ ازاي افرح بقى؟ افرح بانه في مستحيلات في حياتي هتتحل. يمكن ابسط مستحيل او اهم مستحيل ممكن اقابله في حياتي، انا عاوز اتوب، حياتي متلخبطه عاوز اتوب. صحيح. وطول السنه عمال اجل في التوبه، لما يجي فتره الصوم اصبح فرصه التوبه سهله، اسهل من اي وقت تاني في السنه. ليه؟ الظروف المناخ العام بيقول لي لا ارجع بقى ايه توب شويه، ده انت صايم، ده انت بتحضر تسبحه بالليل، ده انت بتحضر قداسات، ده انت في الفتره دي عمال تسمع عن ربنا تجسد عشانك، ربنا لسه بتجسد عشانك، ففرصه التوبه تبقى اسهل في فتره الصوم. صحيح. يبقى انا افرح انه عندي امكانيه اتوب اسهل. طبعا كلمه توبه باليونان اللي هي ميتانيا اللي هو تغيير الاتجاه. انا ماشي في اتجاه غلط، بروح مغير اتجاه العكس وامشي في الاتجاه الصح، فعندي فرح بان انا ممكن اتوب. تمام. يقولون برضو ان الصوم ويعلمونا الاباء الصوم يفتح السماء، والصوم يفتح السماء لطلباتك ولصلواتك، والسماء دايما تكون مفتوحة، ويقولون كلام كده جميل خالص. لو حضرتك تدينا أمثلة، يعني هل حصل مع حد في الكتاب المقدس في كده فإحنا نقتدي به؟ يعني إزاي أثق أن فعلا السماء بتكون مفتوحة ودايما الله يسمع لأناتي ويسمع لصلواتي وأنه حتما سيأتي وحتما سيستجيب؟ ده عندنا أمثلة كتيرة في الكتاب المقدس. ده احنا عندنا المستحيلات اللي ما تتحلش بالعقل بالصوم والصلاة طبعا معاها تتحل. عندنا واحد زي مثلا زي نحمية. نحمية لما سمع أسوار أورشليم مهدومة، طب أنا ساق الملك ومش هيستأمن حد تاني يقدم لي الكاس اللي أنا بشربه سواء مية أو أي مشروب غيري أنا. طب إزاي أنا هطلب منه الطلب ده؟ وإزاي مستحيل هيوافق؟ ده حياته كلها يعتبر مستأمنني أنا، مش هيأمن حد أنه ممكن يتعامل معه ويقدم له مأكولات ولا شرب غيره هو. فيقول لنا كده مقدس أنه هو صام، يقول لنا كده صلى وصام أيام كثيرة. صلى وصام، فضل صوم لغاية ما الملك شافه، مالك مش مكمل ليه؟ قال له مدينة أبي مهدومة وأسوارها. لا روح انزل. طب مين اللي حرك قلب الملك؟ الله، غير أنه هو صام وصلى أيام كثيرة. لما نسمع مثلا مستحيل تاني كان موجود في الكتاب المقدس، أنه يقول لنا كده أنه دانيال ربنا طول في عمره يتسبى وقعد في عمره، يعني قعد دانيال عاش ميكروب من 90 سنة أو أكتر شوية. صحيح. فهو عارف أنه في نبوة برجوع المسبيين. طب إزاي ناس مسبيين في بلد الملك بتاعهم بسهولة يديهم كده إفراج أنهم يرجعوا؟ ده احنا عشان فرعون يطلق مثلا بني إسرائيل 10 ضربات وآخر ضربة ابنه مات فيها. فإزاي يبقوا في بلد غريبة ومسبيين وملك يمتلكهم وفجأة يقول لهم لا ارجعوا بلدكم؟ مستحيل طبعا. فيقول لنا أنه هو صام 21 يوم، قول كده وأنا مأكل طعاما شهيا، يعني أنا عايش على الحاجات البسيطة. طب بعد ما صام ده حصل إيه؟ ظهر الملك جبرائيل بنفسه. ومش قال له بس إنه شعبك هيرجع، قال له لا ده أنا هقول لك الأحلى من كده، ده أنا هديك نبوة وهديك إعلان المسيح كمان ليه المجد هيجي إمتى. الله. وقال له بعد 70 أسبوع، قسمها له 7 أسابيع و79 أسبوع، وفي نص الأسبوع السابع حسبها له بالظبط إمتى، يعني عطاله إعلان أكتر من عاوزه. الله. وبعد كده نلاقي كورش الملك يقول لنا كده مقدس إيه؟ حرك الرب روح الله ملك كورش فأصدر أمرا برجوع المسبيين وقال لهم إيه؟ إله السماء يعني أمرني أبني له بيت. طب كل ده حصل إيه؟ بالصوم طبعا دانيال النبي وغيره. صحيح. عندنا أستير إزاي تنقذ شعبها من مرسوم صدر من مملكة فارس، بادي وفارس، وقلنا المملكة دي لما بتصدر مرسوم لا ينسخ. ما ينفعش الملك يرجع فيه تاني خالص. طب إزاي اللي يتم إنقاذهم؟ قالت نصوم وصوم الشعب كله، ولما ندخل الملك. صحيح. أول مرة طبعا شاورت على هامان وخلصت منه، لكن مرسوم قاعد.
فلما دخلت على المرأة لا ما أقدرش ألغيه، لكن أقدر أعمل إيه؟ أصدر أنا مرسوم تاني جنبه أقول من حق اليهود يدافعوا، فالناس فهمت إنه الملك راضي عليهم. صحيح. برضو حابب يعني أقول لحضرتك إن الصوم هي فترة للضبط، فترة لضبط النفس وضبط المشاعر وضبط حتى فكرة الأكل والشرب في حياتي. ممكن أكون بقلل أكل وشرب، بغير نوعية أكل وشرب، بتحرم من حاجات أنا بحبها. إزاي الإنسان يفكر في هذه الأمور، وإزاي يعني فكرة الحرمان تحسسه بالفقير، أو إزاي تكون حياته منضبطة فيما بعد الصيام كمان؟ طبعا كلنا أوقات كثيرة بنشتكي من مشاكل صحية. صحيح. كوليسترول عالي، دهون عالية، عندنا مشاكل في القلب، في الضغط، في السكر، في الحاجات دي كلها. طب ده في فترة الصوم أنا عندي إمكانية إنه الحاجات دي تتظبط إلى حد كبير. يعني لما أنا أمتنع شوية عن اللحوم وعن السمنة وعن الحاجات اللي فيها دهون، طب ما أنا هظبط الكوليسترول، هظبط الدهون اللي عندي. لما أمتنع عن الحلويات برضه هيبقى فرصة السكر يتظبط. يعني أنا أتمنى كل واحد في بداية الصوم يعمل تحليل وشوف آخر الصوم النتيجة إيه، عشان بعد كده لما يصوم بعد كده يصوم هو مقتنع إنه بيعمل حتى حاجة صحية. يعني هو هيستفيد صحيا فهيفرح. نرجع لمفهوم الصوم، فرح، انه هيفرح. في نفس الوقت طب ما احنا حوالينا ناس كثيره محرومه من كل حاجه. طب انا لما اقرب كده اقعد مثلا شهر ونص او 43 يوم ما باكلش لحمه، طب ده غيري بيقعد 6 شهور ما بياكلش. طب انا ابتديت احس الناس دي طب انا بمتنع يعني بمزاجي وبمتنع بارادتي، هو ممكن يكون عشان معهوش بيمتنع غصب عنه. ما عندوش، اللي هو يدوب عايش الدنيا. طبعا المعيشة غالية والأسعار عمالة في كل الأصناف بتزيد، طب هو بيعمل إيه؟ ده في ناس بقت تصوم إجباري ويبقى موظف ولا يبقى معاه يعني مرتبه معقول ولا حاجة، بس عشان بيوفر القرشين يدي لابن أبوهم دروس خصوصية، يجيب هدمة للولد للبنت مش عارف إيه حاجات كده. فيعني في ناس بتعمل ده بس غصب عنها. يبقى أنا لما بصوم الكنيسة بتقول لي صوم وامتنع، أنا كوي بحس بالناس دي، فبعد كده لازم أبقى إيه، أبقى أرعيهم وأبتدي أحاول أخفف عنهم شوية. على فكرة الكنيسة دايما بتربط الصوم مع الصلاة بالصدقة، فعنصر وجود صدقة كمان في الفترة دي ده بيعلمني أن أنا أحس بالناس اللي حواليا. يسموه بقى فيتامين صاد، صوم صاد. بيسموها ثلاثة صاد. أنا بقول الناس اللي عندها اكتئاب، اللي يقولك أنا عندي اكتئاب، أقول له أحسن حل لعلاج الاكتئاب انزل حس بالناس اللي حواليك. صحيح. شوف أنت نعم اللي أنت فيها قد إيه، عيش مع الناس دي، الناس دي مجرد ما أنت بتفرحها أنت بتفرح فبتعالج نفسك. فرح تفرح. أو هو يتعالج نفسيا. صحيح. يعني يلاقي عمل شيء في له قيمة وجاب نتيجة مع الناس اللي حواليه، فبالتالي هو نفسه هيفرح على فرحهم. صحيح. تمام. برضو من الحاجات يعني الحلوة اللي دايما نفكر بيها نفسنا ونحب نفكر فيها نفسنا دايما فكرة بركات الصوم في حياتي، فلو حضرتك تكلمنا كده عن بعض بركات الصوم في حياتنا واللي بتكون مفيدة وتخلينا نلجأ للصوم ونحب نصوم. يمكن أكبر بركة زي ما قلنا فيها في النقطة الأولانية خالص، إنه في فترة الصوم أنا بقدر أتوب، بقدر أتغير. يعني احنا ما لما نقول لواحد مثلا فترة الخمسين، ايه رأيك بقى تقدم توبة في الفترة دي؟ اقدم فترة خمسين. ده انا عاوز اعوض فترة الصوم الكبير اللي انا عشتها. ففترة الصوم بركة كبيرة قوي ان انا استغلتها لو توبت. ولما توب اتوب ايه؟ اتوب عن اكتر خطية هي تعباني. يعني كل واحد في حياته في شوكة، في خطية. صحيح. معينة، ولو قدرت تغلبها، لو قدرت تغلبها فترة بفرح، ده يبقى حلو خالص. يبقى بركة كبيرة أنا خدتها طبعا في الفترة دي. بركة كبيرة لما بنتكلم أنه لما أربط الصوم بالصدقة وأفرح اللي حواليا وأحل مشاكلهم ويبقى لي دور حتى في المجتمع، يعني إنسان نافع للي حواليه، يبقى الصوم لما بنربطه بالصدقة يبقى أنا خدت بركة، بركة أن أنا إيه
بركة الناس المحتاجة دي هتحل عليا، بركة الفقير هتجيني أنا. يعني من ضمن حاجات المستحيلات إنه زي لما أدي، يعني لما أدي أنا بستقطع، فدي الناس تقول دي خسارة، بالعكس ده أنا بترجع لي بركات يعني أضعفها. صحيح. فمستحيل يعني كلمة لما أدي أنا بخسر ده مستحيل بالنسبة للناس، ما أديش لا، بالعكس لما هدي بركة ربنا هتحل عندي وفي بيتي وهتعوضني كتير، فيبقى ده بركة كبيرة أنا خدتها. زي دكتور فترة الصوم تبقى فترة إن أنا أخد بالي من نفسي، يعني ألاحظ نفسي دايما باستمرار، أنا فين، أنا بعمل إيه، أنا صايم ليه، زي أبقى يعني واخد ومنتبه دايما من نفسي فترة الصوم. لما أحط دايما قدامي أنا صايم، طب الصوم عاوز إيه؟ عاوز تذلل شوية، أو الصوم رقم واحد لسان. يعني لو قدرنا نصوم لساننا في فترة الصوم إحنا هنمنع عن نفسنا مشاكل كتيرة بنعملها بسبب اندفاعنا وبسبب غضبنا وبسبب إننا نتكلم في أوقات حتى غير مناسبة وبنجيب سيرة الناس. لو صومت أنا لساني يبقى أنا خدت تدريب جميل قوي قوي، هيخليني على طول كده باستمرار بعد كده أقدر أتحكم في نفسي وأتحكم في إرادتي. حتى الإرادة نفسها بتقوى فترة الصوم، لأن كوني خدت قرار أنا مثلا هصوم الخمس ساعات ست ساعات انقطاعي، مش هشرب شاي، مش هفطر، ده تدريب للإرادة، ده تقوية الإرادة. طالما ما هي الإرادة عمرها ما هتبقى مرة واحدة قوية، صحيح، محتاجة عنصر تدريب. الصوم بيديني فرصة أدرب إرادتي، قدرت امتنع هقدر امتنع بعد كده عن اي شيء انا بعمله ممكن يضايق اللي حواليا، عن علاقات غلط ممكن امتنع. صحيح. عن تصرفات واندفاع هقدر ارتاح تقوى. يعني الصوم ما يبقاش بالنسبه لي مجرد مساله اجتماعيه، البيت صايم فانا صايم، ما ينفعش ابقى بخدم في الكنيسه وما صومش، ما ينفعش الناس تشوفني مش صايم، ازاي اخرج من الاطار ده كله لاطار اخر، انا بصوم لأجل أن أنا أتغير في حياتي للأفضل. لما أعمل حاجتين، لما أتعود في حياتي كل حاجة أنا بعملها أديها حقها. يعني أنا صمت حد الصوم حقه، همسك الكتاب المقدس أقعد أقرأ فيه هأدي له حقه. بشتغل بدي الحكاية دي حقها، بحب الناس بحبها بحق فعلا. يبقى حتى لما أمارس الصوم وأدي له حقه أنا هستفيد منه. أول نقطة. النقطة الثانية، لما أحس أن الصوم ده مش واجب، ده فرصة أستفيد منها، فرصة أستفيد. يمكن احنا قلنا في بداية الكلام أنه ده صوم المستحيلات، كل واحد في حياتنا عنده حاجة اسمها مستحيل. صحيح. فيه مشكلة معينة شايف أنها مش هتتحل. نصوم وند الصوم حقه، يمكن المستحيل ده يتحرك يمكن الجبل اللي موجود شايفينه انه جبل ده، ممكن مع الصوم ومع الامانه في الصوم وامانه في الصلاه وامانه في حضور الكنيسه والتسبيحه، ويعني افرغ من جوايا ذاتي من جوايا ان انا عاوز اعيش فتره صوم، في الاخر يمكن تحرك لي المستحيل انا في حياتي ده. تمام. فيما يسمى الكتاب يقول لنا الثعالب الصغيره المفسده للكروم، حاجات بتبقى صغيره في حياتي لكن ببوظ اللي انا بعمله كله، ببوظ الحاجه الحلوه اللي انا بعملها، ايه الحاجات الصغيره في اللي انا ممكن اعملها في الصوم تبوظ الصوم او ما تديهوش الروحانيه والجمال اللي حضرتك بتكلمنا عليه؟ فعلا زي ما حضرتك بتقول، ممكن يبقى الانسان انسان كويس وعلاقته بربنا كويسه، بس زي ما يمكن الملاك قال لملاك كنيسه بطرغامس، قال له أنت جميل حلو خالص خالص، بس عندي عليك قليل. عندي عليك قليل، يعني في إيه هفوات عندك، في حاجات بتفوتها. يمكن أحيانا لما تبقى الواحد محبته الزيادة، بس محبة خاطئة لثعالب صغيرة، يعني واحد بيحب أولاده محبة زايدة قوي بس محبة توصل للتدليل.
فدي ده بيضيع بيته، بيضيع اولاده، في خوف بزياده او في حزم اكتر من اللازم او شده طلعهم معقدين. يعني هو الراجل بيحبهم باخلاص وخايف عليهم جدا جدا، بس الطريقه ممكن دي تعتبر ثعالب صغيره. لما احنا حتى في علاقتنا وفي كلامنا لما نجيب سيره الناس ونبتدي نحكي كده ونعتبر ده نوع من التسليه وتضييع الوقت، يعني بنشغل وقتنا، طب ما دي ثعالب صغيره، ما دي ادانه. صحيح. ده ايه الفايده اللي هوصل لها؟ صحيح. لما انا ابقى مستهتر في حياتي ولا منظم وقتي ولا منظم حياتي ولا في حتى رؤيه ولا هدف انا حاطه في حياتي، ولا انا عايش لربنا بالكم، بس انت انسان زي ما قال كده ربنا يسوع المسيح، من هو الوكيل الامين الحكيم. انت امين في علاقتك بس مش حكيم. صحيح. ثعالب صغيره ممكن تضيع الدنيا كلها. لازم وجود الحكمه. لازم. اي فضيله بدون حكمه تعتبرش فضيله. صحيح. اي فضيله، ده البابا شنو ده قال، اي فضيله تخلو من الحكمه ليست بفضيله. تمام، لانها ممكن تسبب مشاكل كتير. طبعا. في حياتي. طبعا. هل يعني فيما يسمى بالصوم بقى، يعني انا ازاي في التغيير، ازاي ان انا احسب له من قبل ما يجي فتره الصوم، انا عاوز ايه من خلال هذا الصوم؟ التارجت بتاعي او الهدف بتاعي في الصوم ده ايه؟ ازاي احسبها واحنا لسه هو اول يومين في الصوم؟ ازاي اقعد مع نفسي كده قاعده صافيه وافحص نفسي واعرف انا عايز ايه من خلال هذا الصوم وادور عليه ولاقيه في الصوم؟ يعني لو خدناه بالورقه والقلم والحساب كده. أيوة. طبعا هو يعني ما فيش حاجه الواحد هيتغير فيها الا بنعمه ربنا ومسددته. صحيح. لكن النعمه دي مش هتشتغل وانا نايم في العسل. صحيح. يعني انا تاني مطلوب مني بعض الامور. انا اقدر احسبها بالظبط كده بورقه. انا فتره الصوم قريت قد ايه في الانجيل؟ قريت كم سفر فتره الصوم؟ احسبها، ابتدي من اول الصوم، هقرا كل يوم مثلا اصحاح، طب في اخر الفتره دي انا قريت قد ايه؟ ايوه. التزمت بقد ايه من 43 يوم؟ ده مقياس مثلا. انا في الفتره دي حضرت كم قداس؟ انا في الايام العاديه ممكن احضر كل قداس مثلا شهر، في كل في الشهر قداس. طب انا في فتره الصوم دي حضرت قد ايه؟ كم مره؟ انا علاقاتي ممكن احط لسه كده، انا علاقاتي متدهوره مع فلان وفلان وفلان وفلان. 10 مثلا، طبعا اخر الصوم بقيوا كام؟ بقيوا 7؟ حلو خالص. بقيوا 6؟ كويس. هو ده دي النقط اللي اقدر اقول فيها في الاخر انا استفدت بالصوم ولا ما استفدتش. تمام. لكن انا بصوم عشان الجو اللي حواليا كله صايم وبنغير ناكل وكلنا بناكل وخلاص، وامتى فاضل قد ايه على لا طب احنا نحسب انا استفدت قد ايه بمقاييس ملموسه. لو حضرتك في الاخر تقول لي روشتة كده صغيرة أو نصيحة لينا كلنا في فترة الصوم. يعني أقدر أقول الصوم وسيلة للفرح، وسيلة للفرح، وسيلة لحل المشكلات. فرصة للتوبة سهلة، فرصة للتوبة، فرصة أصلح صحتي المتلخبطة، فرصة أصلح علاقاتي مع الناس، فرصة أرجع أقرأ الكتاب المقدس مرة تانية، فرصة أن أنا أحس بالناس اللي حواليا. أمين. عشان ربنا برضه يحس بيا. صحيح. يعني وإذا كنا كلنا كل واحد عنده حاجة ألم في حياته، لما أحس بألام الآخرين بلا شك ربنا برضه هينزل. أمين. أنا بشكرك جدا. العفو. دكتور عادل فوزي يعني أستاذ العهد القديم بمعهد حبيب جرجس على كل الكلام القيم والجميل، واللي جميل إن إحنا نفكر في كل كلمة حضرتك قلتها لنا، خاصة إن إحنا لسه في بداية فترة الصوم. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. كل شكرك جدا. مشاهدينا خليك بخير وصحة. ولسه معاكم مشاهدينا باقي معانا فقرتين سريعا، فقرة الصحافة الدنيا في ايه نتجول في صحف واخبار النهاردة، وهيبقى معانا كمان فقرة الارصاد الجوية على الهواء مباشرة من الهيئة العامة للارصاد الجوية، وزميلتنا ماروتيا تقول لنا اخبار الجو ايه النهاردة والفترة اللي جاية بعد الفاصل.